وبالعودة إلى دبي مرة أخرى، فقد اختتم قبل أيام موسم القوارب الشراعية فئة 43 قدماً بسباق الجولة الثالثة، والتي شهد عدة تقلبات جوية هددت إقامة السباق، إلا أن اللجنة المنظمة اختارت التوقيت المناسب لوضع البوابات الهوائية، واتخذت القرار بالانطلاق لتأخذ المحامل مكانها وتصطف على خط البداية. مثل ما أنتم شايفين وحضرت معنا اليوم، بالفعل هاي ملحمة نهائية لموسم شيق. الأرصاد الجوية كانت تلعب تحدي معنا دور كبير، كانت في البداية الرياح غير مساعدة لإقامة الحدث، سرعة الهواء كانت من بين 2 إلى 5 عقد، كانت جدا بسيطة، لكن ارتأت اللجنة التنظيمية في تأخير الانطلاقة تقريبا من نص ساعة إلى 45 دقيقة. بهذا التأخير حالفنا الحظ بزيادة سرعة الهواء، ومثل ما نحن شايفين المجرى تقريبا دايركت إلى خط النهاية. نتمنى للجميع التوفيق، وبإذن الله نتمنى لهم الناموس. المحامل التي وصل عددها إلى 68 قارباً انتشرت مع مرور مراحل السباق على امتداد بقعة واسعة في مياه الخليج العربي الزرقاء، وأخذ كل طاقم يبحث عن الطريق الأسرع للوصول إلى خط النهاية والفوز بالناموس والاستفادة من سرعات الرياح التي بدأت تزيد شيئاً فشيئاً مع الاقتراب من شواطئ دبي. وبحثت اللجنة المنظمة على ما يبدو عن أنسب الفرص لإنجاح التظاهرة، حيث وصلت المسافة الإجمالية للسباق إلى 10 أميال بحرية، مما سهل على القوارب الطريق إلى نقطة النهاية بسهولة ويسر وباليوش الواحد دون الحاجة إلى استخدام مهارة الخيور. ومع المراحل الحاسمة كان المشهد السعيد لطاقم القارب الوصف 127 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة محمد حمد الغشيش المري، عندما تسلموا العلم الشطرنجي معلنين الفوز بالجولة الختامية وأيضا الفوز والتتويج بلقب الموسم بجدارة واستحقاق. وتوالى بعد ذلك وصول القوارب، فحل القارب أطلس 12 لمالكه أحمد راشد السويدي وبقيادة النوخذة سعيد المهيري في المركز الثاني، ثم قارب الشقي 96 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة خلف بطل الغشيش. والله البطولة أنا اليوم فرحان فرحتين، فرحة الأول وفرحة بطولة الموسم، الحمد لله على كل حال. ومثل ما قلت لك أشكر النادي على الجهد هذا وعلى اتجاه أو محطة البويات البداية، وصراحة ما قصروا والمتسابقين كانوا ملتزمين، غريبا كلهم ملتزمين، والنادي كان صراحة بهالسباق كان أروع ما يكون صراحة. أول شيء الحمد لله رب العالمين على النصيب والمجهود الطيب اللي بذله الفريق فريق 96 لحصول المركز الثاني. بخصوص السباق كان والله للسوافل والعالية، الخشب كلنا من العالي ومن السافل كلنا رقمنا الحمد لله رب العالمين. فالسباق كان فيه سباق تنافس وسرعة وتوافيج من رب العالمين، فالحمد لله على المركز الثالث. طبعا اليوم انت سباق كان تحدي بين لجنة منظمة وحالة الجو اللي انا من صبح نتابعها، وكانت في هدوء يعني ما كانت تبشر بخير، لكن الحمد لله بحرفية اللجنة المنظمة للسباق قدرت ان تأجل السباق حوالي نص
خلال هذا الموسم. بالنسبه لخط سير السباق استطعنا ان احنا نطلع 11.5 عدد المشاركين المتواجدين على خط البدايه كانوا 67 محمل، استطاع 62 محمل بالانتهاء من خط سير السباق. اربع محامل بعض الاعطال الفرديه انسحبت، اتمنى لهم ان شاء الله فرصه افضل في السباقات القادمه.